جاسم وحمد شوفهم مجزئينهم كأنهم البخت مع انهم سهرانين على بلاي ستيشن من اول امس واونلاين بعد. ادري صعبه بس ليش لا، انترنت سريع وسعه ما تخلص، فايش المانع؟ عليوي عادي، عليوي كان لاعب محترف وكان يتحدى ربعه اونلاين، بس الانترنت عنده يا بطيء يا مخلص، فطبعا دائما مغلوب. لغى اشتراكه وباع البلاي ستيشن وصارت هوايته يقعد ورا ربعه حق التحلطم. الله عفيا نت ما يخلص. اي نعم ما يخلص. فيفا تعطيك اكثر.